السلام عليكم لكل متتبعين قناة أخبار الفجر المغربية. غادي تشوفوا معنا واحد السرقة اللي أنا بالضبط سميتها بسرقة على الطريقة البوليودية. سرقة محل تجاري للهواتف الذكية للقيمة ديال جميع الهواتف كتراوح ما بين 9 المليون منطقة البرنوسي نهار السبت مع 4:30 ديال الصباح، كان 28 في الشهر. شوفوا معايا هادو ربعة ديال الشباب اللي جايين مجهزين لابسين مقادين ناضيين. الطريقة ديال التصوير تبين على ان هاد الدراري هادو كلهم لابسين الابيض، لكن غير الكاميرا هي اللون ديالها هكذا كتبين بحال اللي راهم لابسين كلهم الابيض، لابسين الكابيشوات سادين على وجههم، سراول ديال الجين، سبرديلات. شوفوا معايا هاد خينا هذا راه حاط جنوي مور السروال ديالو، يعني جايين مجهزين طوموبيل، الاسلحه، المنشار، المطرقه، معدات كامله ديال السرقه عندهم. لو الغريب في الامر انه هاد الشباب وهاد اللصوص جايين كيسرقوا هاد المحل التجاري على خاطرهم، يعني ما مسوقينش، سرقوه هما مرتاحين. الشارع خاوي، ما كاين لا دوريات، ما كاين لا غاشي، ما كاين حتى شي حد، كاينين غير هما السياره والمعدات ديال اللي كيوجدوا باش يسرقوا بها. على خاطرهم. بوليود صافي ما كاينش. باين هادو مولفين تيتفرجوا في الافلام ديال الاكشن. لو الفيلم اللي تفرجوا فيه راه مشاو على الطريقه ديال الفيلم، ما كاين زعما كاينه. شوفوا معايا مزيان، باقين تيحاولوا يفتحوه على خاطرهم. غادي نشوفوا الاتجاه الاخر دابا. تيحاول يرفع دابا، باقي معنزص معاهم الباب، حاولوا يقلبوا على شي آلة اخرى باش يفتحوا بها. محاولات على خاطرهم. هما بثلاثة بهم كيتحاموا على هذيك باش تهز، ولكن راه باقا. شوف 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 الرابع ما عرفناه فين زاد، واش هو اللي راكب المكان ديال القيادة. هو جاب هذيك العجب اللي غادي يرفع بها وثاني. شوف على زمان ولينا فيه، شفارات يجيو يسرقوا محلات تجاريه على خاطرهم، كانهم ما خايفينش. هاد الناس جايين دارسين الفيلم مزيان، عارفين الشارع، متاكدين ان الشارع نيكي خوا، ما كيدوز منه حتى شي حد، متاكدين ان الدوريات واقيلا ما تيدوزوش من هنا. مو فيلم مدروس مزيان. ها هو فتح، ها هو دخل، او افتح، ها هو دخل ثاني، ها هما غاديين يطرطقوا بلاصه المفتاح ديال الجاجة. ما كاينش، ما كيحنش، يهرسها وربي كبير. ها هو غادي يبدا يجمع في التليفونات، جمع ولدي جمع، كنتي كضرب فيهم تماره. لو كان الجزاء ديال كل سارق بقطع لي الدين ديالو ما كناش غادي نوصلوا لهكا، لكن بعدنا ما غنديرو، اللي عطى الله هو هذا. هاي تسدات الاخرى اللي في الجهه الاخرى،
شوف باش تعرفوا طماع، ما كملش الصف الاخر وباغي يدوز الاخر، ومنين تنصص عليه الباب ما بغاش ما بغاش تحل لك الدجاجه رجع للجهه الاخرى. شوف على خاطرو ولعم الله دابا حتى الطريقه باش كيفتح فيها الجاج اكيد راه غيكون ضوضاء، يعني غيكون صداع و... ولكن نتايق في راسو ان ما كاين حتى شي حد تما كاين ماسكات كابيشوات مغطين بهم وجههم. رجع رجع راه باقي الشيء الاخر مازال ما هزيتيش، باقي الفيترينه فيها فيها التليفونات. 9 مليون ديال السلعه اللي مشات لهاد السيد هذا مسكين، 9 مليون. كشط الدنيا ها مشى كيكمل الفيترينه مسخاش رجع ليها. البوشيطات وقال هما اللي ما هزوهمش، ما عندهم ما يديروا بهم باش عرفهم مطورين جايين لابسين ليغات مجهزين مزيان باش البصمات والو ما يخليوش لي ماره ديال البصمه. ها هو جار الكرتونه هما متاكدين ان هذا المحل راه كاينين فيه الكاميرات من كل الجوايه. هذاك الشيء علاش جاو لابسين هالطريقه بهالطريقه هذه باش ما يبانش الوجه ديالهم. هما حسوا بشي حاجه ماشي تليه، هما غادي يخرجوا. هما خرجوا هما حلوا باب الطوموبيل وركبوا. هما غادي مريضة. اذا كي شفتوا معنا متتبعين قناة اخبار الفجر المغربية، سرقة على الطريقة البوليودية ما كانش، هما راجعين مشاريل هو غادي يرجعوا يكملوا. وقيلا ما تبقى في الاول وقيلا حسوا بحال اللي راه كاين الغاشي وخرجوا، عيط لهم عيطوا لهم الاصدقاء ديالهم باقيين كيتشاوروا بعضياتهم. باقيين كيتشاوروا دابا لعمر الله علاش راجعين مازال ما كملوش. ماتريكل ديال الطوموبيل قيل راه هي ما كتبانش بعدا من هنا مزيان. هذيك ما عرفناش واش كارطونه ولا شنو، هذيك اللي كي اللي كيسيني فيها تما كاينه. هو دفع دخل رجع للحانوت باقي صاحبو تيمدلو دابا يا خدامين على خاطرهم زعما ما كاينش. والشارع كي كتشوف معايا خاوي خاوي في قط واحد اللي كيدور. هاهو رجع دخل شوف الباقي شي ما يدار في هاد الحانوت. ما حسوا قلب الغاشي كيعيطوا صحابو باش يعاود يخرج. شو معايا الكرتونه، الكرتونه راها باقا في بلاصه منين خرج كرتونه وشي حاجه اخرى تما كاينه. ها هو واقيلا لا هو بجنويته خارج كيجري. شو الجنويه بجنويته اما سدوا الباب اما ديماراو. واقيلا هذاك راه تليفون وكرتونه تما اللي بقات في حدا الباب.
بعد ما حسوا بالغاشي. ها ما عاوتاني رجعوا. يعني هاد الناس خدامين زعما في خاطره، ما كاينش، ما خايفين ما حتى شي حاجه، داخلين عليها ما زعما ما خايفينش، ما كاينش تخرشيش، كيسرقوا كينهبوا كيديروا كلشي على خاطرهم. كي جاتكم هاد السرقه الاخوان؟ جنويتو كتبري، يعني ناوي على خزيت، يعني لا جا مول المحل ولا تصادف مع شي ناس مساكن في الماره بغاو يديروا شي تدخل ولا شي حاجه، كون على يقين انه غادي يضرب. مادام هز هاد الجنوي اذا غادي يضرب، الا حس على راسو بالخطر راه غادي يضرب بيه. اذا ناويين على الضرب والجرح. للاسف هادشي ولينا كنشوفوه في بعض المناطق، ولا للاسف لما راه حشومه عيب وعار هادشي اللي ولينا كنشوفوه. ناس كيضربوا تمارا، ناس رزقهم كضيع عليهم، يا عالم واش غادي نطيحوا على هاد الشفاره، غيتعرفوا ولا ما غيتعرفوش. كنظن انا وقنا الماتريكل ديال الطوموبيله راه مول الكاميرا، الى زوما مزيان تقدر تبان، ما عرفتش لانها انا هكا ما كتبانش ليا، ما كيبانوش ليا النوامر ديال الطوموبيل مزيان. باقي السيد مساخيز زعما، ما كاينش المزاح، باقي باغي ينشف ويكشط الفيترينه. ما سخاوش، كي شفتو معانا صافي دابا وصلوا مرحلة ديال على ما اظن الانتهاء. ها هما غاديين يخرجوا، سالاو كشطوا المحل كامل، ما خلاو فيه حتى شي حاجه، خلاو غير داك البوشيطات اللي عندهم ما يديروا بهم اصلا، داو الصحيح. والسيد مسكين من المحل التجاري ديال الهواسف اللي سرقوه له هاد العصابه هادو، مسكين تيقول لك انا هاد الفلوس جعت فيها وضربت فيها تماره باش ندير شي مشروع اللي يخدم عليا باش نكبر، لقى ما ناكل لقى ما بصح نيت، لحقاش راجل ضرب تماره كافح شقى بقى بالجوع ما خلى ما دار باش يدير المشروع اللي يخدم عليه. ايوا باردين الكتاف كيجيو يديوها سهله، بصح لحقاش باردين الكتاف. الرساله ديالو مسكين كانت ما بغاش يبقاو الناس يشريو من عند الشفاره، وكيطلب من رجال الامن فيما يلقاو حتى هذاك السيد اللي مشى شرى من عند الشفاره تا هو يحكموا عليه باش ياخذ عبره، وما يبقاوش يشريو من عند الشفاره، راه عيب وعار. واحد ضرب فيها تماره شقى فيها تعف فيها باش يجي واحد بارد الكتاف يديها ببروده، علاش؟ هذا ظلم والله حتى ظلم صراحة. الله خاص الكاميرات في كل الأحياء والأزقة، خاص الكاميرات يكونوا رجال الأمن على دراية بها، مراقبينها 24 ساعة ب24 ساعة باش فما يبان لهم شي شفار بحال هكا يديروا التدخل ديالهم بسرعة. راه مساكن هاد الناس راه كيشقاو كيضربوا تمارة، وكيقال هو كيصبروا للجوع باش يجمع درهم على درهم باش يدير مشروع اللي يخدم عليه وعلى وليداته وعلى والديه. هو يضرب تماره باش يجي واحد الشفار ما عنده لا دين لا اصل لا مله لا اخلاق لا حتى شي حاجه، وبارد الكتاف باش يجي يديها له بارده، وفي الاخر يجي يبيع عينه ويشريها من عنده واحد اخر ما عارفاش واش مسروقه واش حلال ولا حرام. راه عيب وعار هادشي صراحه، الله ياخذ فيهم الحق.